تعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام على تثقيف وتوعية وإرشاد ضيوف الرحمن في معرض صفة العمرة الواقع في الباب الرابع والسبعين من الداخل. وتقدم للزوار المطويات والكتيبات الإرشادية وتعرض من خلال الشاشات الموجودة في المعرض أفلاماً مرئية توضح صفة العمرة الصحيحة بعدة لغات وأيضاً بلغة الإشارة. يعمل هذا المعرض على مدار الساعه خدمه لضيوف الرحمن وتحقيقا لتطلعات ولاه الامر حفظهم الله في خدمه قاصدي المسجد الحرام